اللوبيز الإسباني. المرخية بعد هذه الكرة الثابتة الحاضرة للوكرة تلعب داخل المنطقة، الكرة الماضية خطيرة، التصويبة تأتي، هذه خطيرة، بنيطو النوايا، النوايا واضحة للنواخذ منذ البدايات الأولى، منذ البدايات الأولى. يصل الآن الوكرة، يسجل، يتقدم، يهز الشباك، الكرة الثابتة أبعدت الأولى، سليمة تماما، سليمة تماما الكرة الماضية. لا الله، على الهدوء يا بنيطو، على خبرة السنين، على الألفة بين وبين الشباك، بنيطو لا يخطئ في هكذا مواقف، لا يهدر هكذا كرات. تقدم سريع، تقدم سريع للوكرة في بدايات المباراة، أي بداية كنا نتمناها كمتابعين. أفضل واللاعب واحد من المحال أن يحمي الفريق بأكمل على أكتافه. كرة تعود مجددا لمصلحة الوكرة، عمر علي في الطرف الأيمن يقلها عرضية، هذه داخل المنطقة، الله، جاء الثاني، الطوفان من الجنوب سيغرق العنابي في هذه الأمسية، سيغرق العنابي إن استمرت الأمور بهكذا طريقة، بهكذا وضعية. ثاني الأهداف للوكرة، ثاني الأهداف للوكرة. ما الذي يحصل؟ الهدف نعم يأتي، يحتسب للوكرة في اللقطة الماضية أو ماذا؟ يعني أنا أشوف حركة اللاعبين وكأن في قرار في اللقطة. هذه الكرة لما أبعدت إيش فيها راية، ولا ما الذي بالضبط يمنع من احتساب الهدف في اللقطة الأخيرة؟ لا والله هي هدف، نعم هي هدف، لكن ردت فعل لاعبي المرخية بوقوفهم وتوقف احتفالات الوكرة دخلتنا في حيرة. الوكرة من الجبهة اليمنى، ما قول الكرة أمامية حاضرة، هذه خطيرة، بنيطو، محمد، محمد، بنيطو، يا الله 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 الله، لعيب وقلناها كثير، ما عادت تقدم المزيد، هو يتحدث عن نفسه، أهدافه تتحدث عنه، بنيطو، بنيطو، بنيطو بالضربة الثالثة، برصاصة الرحمة للوكرة يسجل ثالث الأهداف، الثاني له شخصيا. لكن هكذا لقطات، هكذا كرات، هكذا أهداف تعطيك، تبين لك قيمة محمد بنيطو لما يدخل منطقة الجزاء، مدى الرعب على المدافعين. أوه، خارج اللعبة يا خالد رضوان، إلى شبابكك يا لؤي شريف، إلى ثالث الأهداف لمصلحة الوكرة، صارت 3-0. يوسف، يوسف يتقدم، عبد الرزاق، يوسف يلعب في الطرف الأيمن إلى محمد بنيطو داخل المنطقة بالكعب، يوسف تبعد الرابع، الله، جاء الرابع، جاء الرابع، البديل يسجل، الكل سيسجل في هذه الأمسية الزرقاء، أمسية زرقاء وكروية تماما، وكروية تماما، 2 في الأول و2 في الثاني، العدل مطلوب، العدل مطلوب بالنسبة للوكرة اللي يصل إلى رابع الأهداف، رابع الأهداف. الانطلاقة بدأها يوسف، العرضية بنيطو، دربكة كانت حاضرة، تهيأت بعد ذلك يوسف، يا سلام يا سلام، بهدوء بهدوء وسط هذه الزحمة والدرب.